بمناسبة بدء الزمن الأربعين المقدس، أقام مكتب التعليم المسيحي في الأردن الرياضة الروحية السنوية لمربي التعليم المسيحي، وذلك في كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان في مادبا. وقد أشرف وأدار اللقاء الذي كان بعنوان فإن منه تنبثق الحياة قدس الأب طارق أبو حنة كاهن الرعية ومدير مكتب التعليم المسيحي. ابتدأ اللقاء بصلاة المزامير، تلاها محاضرة وتأمل إنجيلي للأب طارق، وذلك في حوار هادف من قبل المربيات، كما رفعت نيات المربيات من خلال القداس الإلهي ورياضة درب الصليب الذي أقيم في الكنيسة. واختتم البرنامج بزيارة المتحف والآثار الرومانية البيزنطية المؤابية الموجودة تحت الكنيسة. أقيم في كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربت قداس أربعاء الرماد بمناسبة بدء الصوم الأربعين المقدس. ترأس القداس الأب فراس عريضة كاهن الرعية بحضور عدد من المؤمنين. المزيد في رسالة نورسات من شمال المملكة. توجهت اليوم كاميرا نورسات لكنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربت لنعيش مع بعض أجواء القداس الاحتفال المسائي ببدء زمن الصوم المقدس في أربعاء الرماد. ترأس القداس الأب فراس عريضة كاهن الرعية بمساعدة الشدايقة جمال معايعة وسميحة برحمون وخدام الهيكل، وكان في حضور كبير للمؤمنين. وبالوقت المحدد لقراءة الكتاب المقدس والكرزة واللي ركز فيها الأب عريضة على روحانية زمن الصوم بوسائل مادية مثل الانقطاع عن الطعام والشراب لمدة من الوقت، وتخصيص وقت كافي للصلاة والعبادة، وتوفير ما نصوم به وبعض المال للآخرين، لحتى نكون ولو بجزء بسيط من حسب الغير وبعيد عن المقامات، الرتب أو حتى المكان الاجتماعية. طلب التوبة والغفران والندامة ما بيقتصر على يوم محدد، الشعور بالتوبة هو شعور يومي، لكن بأربعاء الرماد وهو يوم مخصص وخاص بالكنيسة وإله طقوس خاصة ومميزة للتوبة تتمثل بتكريس رماد أغصان الزيتون للسنة الماضية ليتم وضعها على جبهة المشاركين بالصلاة. والحال بكنيسة اللاتين مثل حال كافة كنائس المملكة، وبنهاية القداس اتوجه المؤمنين لوسط الكنيسة لينالوا بركة الرماد على شكل رسم إشارة صليب على الجبهة، ليستعين الأب عريضة بآية من الكتاب المقدس اذكر يا إنسان أنك من تراب وإلى التراب تعود. وبالفترة الصباحية وخاصة للطلاب وطالبات مدرسة الرهبات الوردية أيضا أقيم القداس الإلهي وبركة الرماد كمان نالت جبهة الطلاب والطالبات وبعض من معلمين ومعلمات وأكيد رهبات المدرسة الوردية. وعلى دقة وتر العود وبصوت الشماس جريس ثابت صدح صوت ترتيلة يا سيدي كم كان قاسيا بكل زاوية من زوايا الكنيسة. وبالنهاية لازم نتذكر أننا من تراب وإلى التراب نعود، لنعود له بندامة وقلب نقي ومحبة صافية وإيمان وثبات قوي. صوم مبارك للجميع، من إربد لقناة نورسات نيفين حداد.